الناس يعتنوا بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ويقال لحامل القرآن يوم القيامة وهو يصعد إلى الجنة إلى درجاتها اقرأ ورقة ورقة يعني ورقة ورتل أرقى يعني أصعد ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقف عندها. كلما الإنسان حافظ كثير من القرآن ومخلص في ذلك كلما يصعد إلى درجات كثيرة وأعلى في جنة الله سبحانه وتعالى. والجوف الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإنسان الحافظ البقرة وآل عمران روية أنه كان ذا قدر بين الصحابة. زول الحافظ البقرة وآل عمران ويكون منزلته أعلى وقدره أعلى من باقي الناس المحافظين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم في القبر من هو أحفظ لكتاب الله. وكان جلساء عمر بن الخطاب الحملة والحفاظ لكتاب الله عز وجل. ديل كانوا جلساء وأهل المشورة بتاعينه ولأنه ده بيزكيك ذاته وبيحسن لك أخلاقك. الزول تلقى بيسب ويشتم أخوانه ويلعنهم ويكشر في وجده وداري ضارب ده لأنه تلقاه أصلا ذاته ما قاعد يقرأ القرآن وما قاعد يقرأ القرآن كثير وما بيزكي نفسه وعباداته قليلة. فالزول لو بيزكي نفسه قد أفلح من زكاه وقد أفلح من تزكى. فالإنسان كل ما يزكي نفسه بحفظه إلى القرآن وتلاوة القرآن مع التدبر ومع العمل ومع الإخلاص ومع دعوة الناس إلى هذا الكتاب وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصبر في ذلك بالضرورة تلقاه أحسن الناس خلقا. لذلك قالت عائشة كان خلقه شنو يا جماعة؟ القرآن. لأنه حافظه ومطبقه.